ذاك علاش فما آية قرآنية أخرى تستفزني وتذكرني بالآية هذه اللي نحن بصدد الوقوف عليها، اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هنا ربي سبحانه وتعالى نفس الصيغة الواردة في الحديث عن البحرين، كيفاش ما يتخلطوش وما فماش حتى حاجز يفصلهم إلا أنهم ما يتخلطوش بإذن من الله سبحانه وتعالى. ربي يقول لك راهو إذا كان قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الابتلاءات والمصائب والأمراض وكل من أراد بك سوء حاجزا وحجابا مستورا، تنجم تتعدى بجنبه وما ينجم وما يمسك شيء. وذا يذكرني بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقت اللي الكفار على أعتاب الكهف ويقول له: يا رسول الله لو نظر أحدهم، السيد أبو بكر الصديق يقول له: يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أنه جبريل يتكلم بمنطق العقل ومنطق المنطق ومنطق المعقول، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بمنطق البرزخ ومنطق عالم الغيب، ويقول له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نحن في معية الذي لا تدركه الأبصار إذا لن تدركنا الأبصار. هنا وكأنه ربي في الآية هذه اللي تضمنت حقيقة علمية كما كنا نشوفه في التقرير، إلا أن الله تعالى وكأنه أراد أن يدربنا على عالم الغيب. يعني مش بالضرورة نحط حاجز كما هذايا نفصله ما بين ما وما حتى ما يتخلطوش، مش بالضرورة. فهو قادر قدير مقتدر على أن يجعل الماء لا يختلط بالماء حتى وإن لم يكن هناك حاجز. والذي منع الماء من أن لا يختلط بالماء، والذي منع الماء العذب الفرات لا يختلط بالماء الملح الأجاج، هو قادر على أن يمنع عنك الابتلاء والمصيبة، وقادر على أن يمنع عنك الأمراض والأسقام وكورونا زادة. فبالتالي كأن الله تعالى من خلاله، وأبدع الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى في هذا التفسير الدقيق الجميل الذي تقشعر في الحقيقة منه الجلود والأبدان، وكأن الله تعالى أراد أن يدربنا على عالم البرزخ. عالم البرزخ هو عالم عظيم ياسر سوف نعيشه وسوف تعيشه، ونحن نعرف اللي عالم الدنيا وعالم الآخرة تفصل ما بيناتهم حياة أخرى اللي هي حياة القبر، اللي هي تتسمى أيضا عالم البرزخ، عالم عظيم يدخل في عالم الغيب. ما نحبوش ندخله في تفاصيله، ولكن على المؤمن أن يؤمن بذلك. الآية هذه تدربنا على هذا الإيمان. والمؤمن أول صفة من صفاته هو الإيمان بالغيب. ذاك علاش يقول ربي سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وتحديدا في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين. شكون هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. قبل ما تحدثني عن الصلاة والصيام والزكاة، أنت هل تؤمن بالغيب أم لا؟ أنت هل تؤمن بالبرزخ أم لا؟ أنت هل تؤمن أن الله تعالى قادر قدير مقتدر على أن لا يخلط الماء العذب الفرات بالماء الملح الأجاج دون حواجز؟ تؤمن ولا ما تؤمنش؟ نعم أؤمن. إذن إن كنت تؤمن فلتؤمن أيضا أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله تعالى لك. أذك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يعيط لابن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول له: يا ابن العباس، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول له: يا ابن العباس أعلمك كلمات. هذه مربط الفرس، هذه الهدف. صحيح نحن برنامج علمي وبرنامج يعنى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وإذا كان العلم هذا ما يخدمش الجانب الإيماني، إذا كان العلم هذا ما يعلقنيش بربي سبحانه وتعالى فلا حاجة لي به، طبعا لا حاجة لي به. أنا الهدف من هذا البرنامج ومن هذه الحلقة أن نتعلق برب العالمين، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى دعانا صراحة للعلم والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك.